دكتور فارس جميل موجود معنا اليوم، أخصائي أمراض عظام ومفاصل وجراحة. اليوم رح نحكي عن جراحة الورك والمستجدات فيها. أهلا وسهلا فيك. ميرسي كاتيا. دكتور، بالبداية أكيد بدنا نحكي عن الورك لنعرف هالمفصل قد ايه أهميته يعني. نعم. بالجسم وبالأجر. نعم. تنبلش أول شيء تعريف مفصل الورك. الورك هو كناية عن طابة بقلب جرن او دو تيار دو سفير، يعني تلتين الطابه بقلب جرن. هيدي الطابه المفروض تكون مغلفه بماده نحن بنسميها الكارتيلاج، يلي هي ماده ناعمه بيضة 90% مي، مفروض تكون تمنع احتكاك العظم ببعضه، وبالتالي اي مشكله بهيدي الماده ممكن تعمل لنا مشاكل بالورك. هيدي تنبلش نحكي اول جزء. رح افتح هون شباك وزيد انه الورك كمان في عنا الشرايين بتغذيه، والعظم لو انه هو ماده قاسية هو ماده مكونه من انسجه ومن خلايا حيه، وبالتالي الدم مفروض يوصل لها يوصل لها الاكسجين والتغذيه، واذا صار في عنا اي خلل بهالدوره الدمويه مثل ما رح نحكي بعد شوي ممكن يسبب لنا موت بهيدي الخلايا، وانه حاله بنسميها اوستيونيكروز يلي هي موت راس الورك. الشغلة الثالثة يلي كمان بدي احكيها عن الورك واللي بتتعلق بالبدن نحكيه بعد شوي هو الأنسجة المحيطة بالورك، يعني الأربطة والعضلات يلي وغلاف المفصل يلي هي كتير مهمة بأنه نحيدها بالجراحة، أو قد ما فينا نكون ما نحط ضغط عليها، ما نقصها، ما نأذيها أثناء الجراحة، بشكل أنه اليوم التقنيات الجراحية الحديثة بقدر ما بتحترم هالغلاف يلي هو غشاء المفصل والأربطة والعضلات، ممكن أنه يكون المريض وجعه أقل ويمشي أسرع، وتكون أنه الأمور مسهلة عليه مثل ما رح نشوف بعد شوي. إذا نحن يعني عادة نحن بنفكر إنه مشاكل الورك هي عند المسنين. نعم. لما بنحكي عن مشاكل الورد عند الورك عند اللي أقل عمرا يعني. نعم. هلا في طبعا هي حسب الأسباب. في عنا أمور ممكن تصير عند الأشخاص يعني مع تقدم العمر يلي هن الأرتروز يلي هو النشاف، يلي ممكن كل ما يتقدم عمر الإنسان كل ما تزيد نسبة الإصابة بالأرتروز. في عنا أسباب ثانوية سكوندير ممكن هي تسبب المشكلة، مثلا الكسور والخلع بمفصل الورك، هيدي أسباب بتصيب الصغار بالعمر أوقات أكثر، ببعض الأحيان مثلا خلع الورك بتصيب الصغار أكثر. الأوستيونيكروز مثلا يعني يلي كنت عم بشرحها قبل شوي، أي خلل بهالدورة الدموية يلي ممكن مثل ما قلت تعمل انتربسيون او خلل بتوصيل الاكسجين والغذاء على الخلايا والانسجه الحيه اللي بتشكل راس الورك تعمل موت براس الورك. هيدا حاله بتصيب اكثر الشباب من الصبايا بين عمر العشرين والخمسة واربعين سنه، دونك هودي اشخاص معرضين اكثر من الكبار بالعمر انه ينصابوا بهيدا الحاله. هون شو بتكون الاسباب؟ نعم، في تروما ولا في نعم. هلا في عنا كثير اسباب للاوستيونيكروز، اذا بدك منفصلها رح نبلش باول شيء الاشخاص يلي عم ياخذوا كورتيزون بدوزات عاليه وعلى فتره طويله اوقات بتتخطى 3 اشهر، يعني عم ياخذوا كورتيزون تيعالجوا امور مثل الربو مثل التهابات الروماتيزم. في اشخاص عندهم التهابات مزمنه بالمصارين او التهابات بالدم مثل اللوكيميا او الليمفوما. بعض الاشخاص اللي خضعوا لعمليات زرع اعضاء مثل الكلى او زرع قلب هودي عم ياخذوا كورتيزون على فترات طويله، دونك هودي الاشخاص معرضين بنسبه عاليه انه يعملوا اوستيونيكروز بالورك. اسباب اللي بتجي من بعد الكورتيزون هي الاشخاص يلي بيتعاطوا كحول على فترات طويله تتخطى الست اشهر بطريقه يوميه بطريقه عاليه، نحن بنقول اكثر من 400 مللتر تقريبا ايثانول بالاسبوع، هيدي نسبه عاليه عم بتحط المريض بخطر انه يصير عنده خلل بالدوره الدمويه براس الورك. الاسباب الاقل بس يلي كمان شائعه، عم نحكي عن الاشخاص المدخنين كثير، عم نحكي عن الاشخاص يلي بيتعاطوا الكوكايين، عم نحكي عن الاشخاص يلي بيغطسوا، هن معرضين خاصه إذا ما حافظوا على البيليه بتطلع على أنه ممكن يعملوا تجلطات هواء بقلب الورك.
عم نحكي عند الأشخاص يلي عندهم مشاكل بالكلى أو يلي بغسلوا كلاوة، هن أشخاص معرضين إنه ينصابوا بهالحالة. حتى الصبايا الحبالة ممكن يكون عندهم هيك مستوى أكثر من غيرهم. في بعض أمراض الدم مثل الدريبانوسيتوز ممكن الكريات الحمر تسد الشرايين الصغيرة وبالتالي تعمل حالة موت براس الورق. هلأ ما بخفيك أنه موضوع الكوفيد يلي هو موضوع جديد كان نسبيا، أنا ما رح استغرب أبدا أن رح نشوف بالفترة اللي جاية يعني بالست أشهر أو بالسنة اللي جايين ارتفاع بنسبة الأوستيونيكروز عند الأشخاص أو بالبوبيلاسيون، يلي هي نسبة تقريبا بين الأربعة والست أشخاص بالمئة ألف. عم نحكي بتقريبا 30 ألف حالة جديدة بأمريكا كل سنة، يعني هيدي النسبة منطقيا مفروض نشهد ارتفاع لا بأس فيه بعد جائحة الكوفيد. اولا لانه اشخاص اللي تعرضوا للكوفيد جزء كبير منهم كان عندهم هبوط بمستوى الاكسجين على فتره معينه، هودي اشخاص العلاج الاساسي ببعض المراحل كان عندهم كورتيزون واحيانا تركت عندهم سكال واشتراكات بالرويه، اضطر حكيمهم يعطيهم كورتيزون على فتره منا قليله. هودي اشخاص يمكن بتعرف الكوفيد واحدة من مشاكله هو انه بيعمل تجلطات، وحتى الفاكسان يمكن قد ايه عم نسمع هلا، انا منا اختصاصي بس كلنا صارت شغله متعارف عليها انه الفاكسان اوقات والكوفيد بحد ذاته جزء من المشاكل اللي بيعملها من خلال تجلطات. عم نحكي عن كل الناس ولا عن ناس معرضين اكثر من غيرهم؟ يعني حتى هالدوزة الكورتيزون بيعملوا هالمشكل عند كل العالم؟ نو مش عند كل العالم، طبعا عن نسبة ضئيلة، يعني اوريزمون انه مش عند كل العالم، كل اللي بنعرفه انه ستاتيستيكمون الاشخاص يلي عم بياخذوا دوزات فوق الدو جرام، عم نحكي كورتيزون، على فترة فوق الثلاث اشهر النسبة كتير بتزيد عن البوبيلاسيون نورمال انه ينصابوا. شو هي العوارض يلي ممكن تخلينا نقول انه الورك فيه مشاكل ونكون عم نتوجه ل عند الطبيب بكير على القليلة؟ نعم، العوارض الأساسية هي وجع بالمنطقة العالية والأمامية من الفخذ، يعني عكس ما الناس بيفكروا انه وجع الورك بيجي من ورا، هو وجع الورك بأكثرية الأحيان هو وجع من الناحية الأمامية من الفخذ. بنخلطه مع أشياء ثانية فإذا؟ في احيان بفكروا وجع مرتبط بالاوفير او بالمبيض عند الستات او بوجع فتاء عند الشباب، وفي ناس خضعوا لعمليات بين انه المشكله هي مشكله بالورك منا مشكله اوفير او مشكله فتاء، دونك هيدي بالحالات يلي شوي دقيقه اكثر من غيرها. دونك بالعاده هو وجع بيجي اثناء الحركه، نحن بنسميها دولور ميكانيك، بيروق بس الانسان يرتاح. وجع ممكن يكون على طلعة ونزلة الدراج، بيضطر المريض يستعمل ووكر، يستعمل عصاية. على الميلة ولا على الميلتين؟ هلا بالنسبة للأوسيونيكروز بالتحديد 80% من الأشخاص الإصابة بتكون بالوركان. إذا الشغلة ناتجة عن كسر أو خلع طبعا بتكون بميلة واحدة. طيب شو هي العلاجات وهل الكشف المبكر يعني بيساعد بهالعلاجات؟ نعم، هلا الكشف المبكر أساسي أول شيء تنلقطه بمراحل يعني مبلشة جديدة. نعم. اوكي، لانه نحن بنفصل الاوستيونيكروز لاربع مراحل، اول مرحله وثاني مرحله بيكون فيها بعد يعني ما عمل كولابس، يعني ما شلق او ما انهار العظم، هيدي المرحله او هول المرحلتين ممكن فيهم انقاذ الورك بعمليات جراحيه معينه. المرحلة الثالثة والرابعة يلي بينهار فيها او بيعمل كولابس او بيشلق العظم، هون صرنا بمرحلة البروتيز، دونك صار في استبدال للمفصل، بأول مرحلتين ممكن انقاذ المفصل، بالثاني مرحلتين صرنا بمرحلة نحن دغري بنروح للجراحة ولا في علاجات ممكن نعم هلا يعني بأول مرحلتين طبعا التشخيص بيصير بصورة ERM، ما بيكون مبين المشكل بالصورة العادية، مشان هيك كتير مهم بس واحد يحس بهالعوارض، وإذا عنده خاصة عوامل مسببة أنه يتوجه لحكيمه بالERM ممكن نلقط المراحل الأولى والثانية. دونك هون نعم بنبلش بأمور غير جراحية نحن بنسميها conservative treatment،
يعني بنحط المريض اوف ويت بيرنج، بنقول له ما تحط وزن على وركك، بتمشي على الووكر او بتمشي على العكيزات بشكل انه نحمي الورك من هالانهيار اللي عم ممكن يصير. ثاني شغله، في بعض الامور مثل اوقات الشوك ويف، اوقات نحن بنسمي العلاج بالاكسجين، نعطي اكسجين للمريض، بنسيل الدم، هيدي امور عم تنعمل بس مش مثبت قد ايه ممكن تحمي. المسنين عندهم غير وضع؟ هلا المسنين غير علاجات؟ نعم، نو علاج الاوستيونيكروز بحد ذاته نفسه. هو ذاته، اذا صاب شخص صغير بالعمر او كبير بالعمر العلاج تقريبا هو ذاته. شو فينا نقول لك كان الجديد بالجراحه؟ نعم. هلا بهون بالجراحه في عندنا شقين بالاوستيونيكروز. اول شق عند الاشخاص يلي بالمرحله الاولى والثانيه، هون بدنا نعمل جراحه نجرب نحافظ له على وركه الطبيعي. دونك بينعمل تما كثير فصل، رح احكي عن نوع معين من الجراحه عم نستعمله هلا. التقنيه التقليديه كانت انه الدم مش عم بيوصل على الورك والدوره الدمويه ما عم تبرم مزبوط، تسبب احتئان براس الورك. كنا نعمل فراج يعني نقدح هالمنطقه مشان نسمح للدم يرجع يدفق بقلبها، ومشان انه هيك ننفس هالاحتئان الموجود على امل انه ترجع هالخلايا تكون بعضها. هيدي كانت تسمح لنا بنسبة 25 ل 40% انه يرجع يعيش الورك. هلا صرنا اللي عم نعمله زيادة، عم نشيل بذات الوقت خلايا من النخاع العظمي للمريض ونكثفها بماشين بذات الوقت، ونحقن هالكونسنتريت تبع البون مارو اسبيريت يعني المكثف تبع النخاع العظمي، ونحقنه يلي فيه بيحوي خلايا عايشه ممكن عندها قدره ترميميه، وهي ترجع تجدد طلعت النسبه من 25% لل 75% تقريبا انه ننقذ له وركه للمريض، يلي هي نسبه منا هينه ابدا، خاصه اذا عرفنا انه 80% من هؤلاء الاشخاص عندهم مشكله بالوركين. دكتور فارس جميل، اهلا وسهلا فيك، شكرا للمعلومات، اختصاصي جراحه عظم ومفاصل، اهلا وسهلا فيك. وقفي هلا بنرجع بنتابع لايف.